മുഹമ്മദ് ഖാസിം വലിയുള്ളാഹി ഖദ്സുല്ലാഹു സർറഹുൽ അസീസ് ദ്വീപിലെ ഈ മഹാന്റെ പേരിൽ സാധാരണ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ യാസീനോതിലും ഖത്തമോതിലും അവരുടെ പേരിൽ നേർച്ചയാക്കലും അവരുടെ വെള്ളം കുടിക്കലും ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വലിയ ഫലവും കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെ അവരുടെ മൗലിദ് ഓതുന്നതും അത് കേൾക്കുന്നതുമെല്ലാം വലിയ ഗുണം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യും. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان من تفرد بعز الألوهية وخواصها وتنزه عن الاختصاص بغيرها من الخوارق للعادات كالمعجزات وأمثالها أحمده على ما ألهم بعض عباده مدح أنبيائه وأوليائه على الرغم أنف من ألحد وابتدع في الإسلام من أعدائه حسدا لفقهاء دينه وعلمائه وأصلي وأسلم على أول المرسلين وجودا وآخرهم ظهورا الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما غزيرا كثيرا أما بعد فاعلم أن السيد الشيخ المدعو محمد قاسم ولي الله المدفون بجزيرة كورتي رحمه الله تعالى ونفعنا في الدين والدنيا خصوصا في الآخرة ولد في القرن الحادي الحادي عشر بن السيد ولي الله موسى بن السيد فتح الله البغدادي رضي الله عنهم وأعاد علينا من بركاتهم وكان السيد ولي الله موسى نشأ في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ومحبة الأولياء والصالحين حتى من صغره الذي هو غالبا ملعب السفهاء من الصبيان إلا من خصه الله تعالى برحمته وحفظه من الوقوع في العصيان وكان يرضى بترك المشتهيات والمفاخر من المطاعم والملابس والمنازل ولا يصرف أوقاته في الملاهي الدنيوية علما بأن الاستغلال في الدنيا بالملاذ الفاخرة لا شك في كونه نقصانا في نعيم الآخرة وتزوج السيد ولي الله موسى رضي الله عنه بالسيدة حليمة الحليمة رضي الله عنها فعاش في خير وراحة واتحاد وبركة زمانا طويلا غير أنهما لم يحتب في تلك الأزمان فما زال رضي الله عنه وأهله يدعوان الله ربهما ليهبهما ولدا صالحا وزار كثيرا من الأولياء الفضلاء يطلب منهم الدعاء في عقب لهما ينتفعان به في الدارين حتى سافر للحرمين الشريفين لحج بيت الله الحرام وزيارة روضة حبيب الله سيد الأنام فلم يزل يدعو الله تعالى فيهما دائما فهين رجوعه فحين رجوعه لبلده تشرف بلقاء سيدنا نبي الله الخضر نبي الله الخضر عليه السلام فأعطاه تمرتين وأمره بأكل إحداهما وإطعام الأخرى لأهله السيدة حليمة فبعد امتثالهما أمره ألقت بولد فقضي بينهما ولد شريف كريم وهو السيد الذي اشتهر في الآفاق بالسيد ولي الله محمد قاسم الكورتي رضي الله عنه ولكنه رحمه الله لم يهل بتربية والديه كثيرا بل توفي في صغره أحدهما بعد الآخر فرضي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم في الدارين رضي الله عن الولي رضي الله رضي الله رضي الله عن الجزري
رضي الله عن الوالي رضي الله عن الجزري رضي الله عن الوالي رضي الله عن الجزري رضي الله صلاة وتسليم على عين رحمة وقاسم ولي الله من خير سادتي أحمد رب الله هذه الخالقة لمده خيار الخلق أهل الولاية إذا شئت أن تدري كرامة من سمي بقاسم ولي الله هي أهل السيادة روي أن إنسانا يسمى بيوسف إليه أتى من أجله للزيارة رأى النجل عند المشي جملة موزة سقوطا فمنها را مناضج سمرة صلاة وتسليم على عين رحمة وقاسم ولي الله من خير سادتي أبوه آباه أو ولا وأطاعه أخيرا لإرضاء صبي بموزتي ومن بعد أكل الموز جاء لي سيدي مريدين أخذ الأيدي منه لقبلتي ولكنه قد رد ديني كقائلا بسارق موز الغي لتمسك راحتي سري أن تأكل لمالك ثمرتي أكرم بأكل الها طالب توبتي صلاة وتسليم على عين رحمة وقاسم ولي الله من خير سادتي ومن بعده جاء لتقبيل كفه فما كان منه دو نعما إن ونفرة على أن دين لم يبين بحالة وأنه ما مما لكن أهل رضوة صلاة وتسليم على عين رحمة وقاسم ولي الله من خير سادتي وبعد وفاة الوالدين كان السيد رضي الله عنهما هموما محزونا فخرج من مولده بلا طول مهلة يطلب شيخا حقيقا بالاقتداء وكفيلا بالاهتداء متوكلا جميع أموره على خالقه الرحمن فسافر إلى بلاد كثيرة شاسية ومشى فيها صابرا على متاعب السفر واختيارا للعزلة فوقع له مشقات عجيبة وغرائب عسيرة فرضي بجميعها مشغوفا بطاعة الله تعالى
في حركاته وسكناته ومعتنيا بالعلوم الدينية فحصل الله تعالى إرادته بعد جولان أراض ودوران بلاد في مكة المكرم بلد الله الحرام بالشيخ السيد محمد الرفاعي رضي الله عنه فتابعه دهرا طويلا وقبل منه الإجازة فصار السيد عند شيخه الرفاعي مرضيا مقبولا فبينما هو كذلك إذ عرض يوما على السيد الرفاعي شوقا إلى بيعته ورغبة في طريقته وبين له تقصيراته الحالية وصآمته في الأمور الدينية فلم يتفق له النوم ليلة إذن إلا بعد زمن مديد ففي تلك الليلة رأى السيد محمد الرفاعي في منامه أن السيد أحمد الكبير الرفاعي جاءه فقال إن هذا الولد يعني السيد محمد قاسم من ذريتي فسلكه في طريقتنا الرفاعية ورفعه إلى مراتبه العلية وأيضا رأى السيد محمد الرفاعي من مريده محمد قاسم رضي الله عنهم عجائب غريبة منها أنه إذا خرج من منزله إلى الخارج تميل ظلال الأشجار التي في الطرق إليه فسر بذلك مع الوصية التي أوصى بها السيد أحمد الكبير الرفاعي رضي الله عنه في المنام السابق سرورا كثيرا فدعا الشيخ مريده السيد محمد قاسم ولي الله قدس الله سره العزيز فأجازه بالوظائف الأربعة المجموعة القادرية والرفاعية والجستية والسهروردية إجازة تامة وبعد إقامته مع الشيخ الرفاعي رضي الله عنه دهرا طويلا يخدمه ويتعلم منه استأذنه في السفر والفراق فأذن له فيه فخرج إلى جدة ثم بعد ذلك ركب في سفينة تخرج إلى كننور ولما كانت هالة الرياح التي كان معلم جريان السفينة آنئذ بمعونتها مخالفة لمقصد المسافرين لم يصلوا إليها إلا بعد أشهر فلذلك شق على الركبان صعاب السفر وأحزانه ولما فني الماء الذي عده الركبان أهبة للسفر رفعوا الأمر إلى السيد محمد قاسم رضي الله عنه فأمرهم السيد أن يخرجوا جميع الظروف التي معهم فيبسطوها مفتوحة الأفواه وبعدما أطاعوا أمره دعا الله تعالى أن ينزل عليهم الماء وقد أجاب الله دعوته فهاج الصحاب من جهات مختلفة ومطروا مطرا شديدا بقدر حاجتهم وبعد هذه الواقعة عرف أهل السفينة شخصيا فألموه وأحبوه وخدموه وآونوه في حوائجه وصلوا إلى كننور في راحة وسرور بلا تعب ولا مشقة وصارت هذه الواقعة سببا لشهرته في البلدان فصار الركبان الذين اشتركوا معه في سفر السفينة يشاركون البلديين في إكرامه وتابعوهم إلى أن يصل إلى مسجد عيدروس رضي الله عن الوالي رضي الله رضي الله رضي الله عن الجزري رضي الله رضي الله رضي الله عن الوالي رضي الله رضي الله رضي الله عن الجزري رضي الله رضي الله رضي الله عن الوالي
റളിയല്ലാഹു റളിയല്ലാഹു അനിൽ ജസരി റളിയല്ലാഹു റളിയല്ലാഹു സല്ലിം വസല്ലി അലൻ നബിയിൽ ഹാഷിമി ربي وآلم مع محمد قاسمي أقام سيدنا الولي القاسم في ذلك المسجد وهو مؤلم ويعلم الطلاب حكم إلهنا ليعملوا بعلومهم في ديننا فأحب كل المؤمنين طريقه وتابعوا في دينهم أخلاقه وحين كانوا هكذا قد أرسل للملك هديا في التعجب قد ألا سلم وصل على النبي الهاشم ربي وآل محمد قاسم في الرفقة ننولع ألقى فوقه نرنت أج بلا حجاب ساقه إليه وصل الهدي خارق عادة ما ترك من قطن مماثل ذرة فتعجب الملك بإلم كرامة وظن أن الشيخ أهل ولاية دعاه دعوة خادم مخدومه وحصل المطلوب قبل قدمه سلم وصل على النبي الهاشم ربي وآل مع محمد قاسم طلب سكن الشيخ معه بقصره قد أهلر المحتاج طول حياته لما رأى الشيخ أكيد طلابه قد قبله في راحة بعجابه سلم وصل على النبي الهاشم ربي وآل مع محمد قاسم فحينما كان مقيما في قصر الملك وفق طلبه وقع في مخزن حبل له حريق هائل فوقع الاختراق في جانبه ولما رآه الناس يحترق سعوا في إطفائه سعيا بليغا لكنه لا يزيد إلا لهبا واحتراقا ولما وقعت تلك المصيبة في نظر السيد أخذ بيده الشريفة غرفا من مياه الحوض فرماها إلى الحريق فوقعت تلك المياه كقطرات الأمطار على ذلك الحريق فطفئت النار بلا آفة ولا مصيبة فبسبب هذه الكرامة فهم الملك وأخته أم هانئ حاله وصلاحه وكرامته وتابعاه وأخذ منه البيعة وكانت جزيرة لكشديب تحت ولاية أركل وكان أهل تلك الجزيرة يأتون غبا لبلدة كننور لأغراض تتعلق بالتجارة والولاية فلذلك سمعوا عن السيد قاسم ولي الله فقدس الله سره اللذيذ فلما طلب أهلها من حضرة السيد زيارة جزيرتهم وقبول رياسة محلتهم قبله منهم وعزم على زيارتها فركب يوما في سفينة حصيرية إليها فوصل إلى جزيرة أنتروت وكان يأتيها كثير من الصلحاء والزهاد الذين سمعوا عن السيد المدفون هناك عبيد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم فقبل أهلها قدومه وأكرموه وسروا به حيث وصل لهم رياسة دينية
وتزوج السيد محمد قاسم ولي الله امرأة صالحة تسمى عائشة فولدت له خمسة أبناء السيد أبا صالح والسيد يوسف والسيد عبد القادر والسيد عبد الرحمن والسيد حامدا وثلاث بنات ثم خرج هو مع مريديه إلى جزائر كلف وكورتي وأغتي وأمين وكلتان فتلقاهم أصحابها مع قبول حسن وأكرموهم ووعلهم وأدخل بعضهم في طريقته وشكى إليه أحد سكان جزيرة كلتان إذ كان الشيخ هناك بلادة أحد أولاده فطفل السيد فيه فيه وبعد ذلك صار عاقلا هادكا وعالما كبيرا رضي الله عن الولي رضي الله رضي الله رضي الله عن الجزري رضي الله رضي الله رضي الله عن الولي رضي الله رضي الله رضي الله عن الجزري رضي الله رضي الله صلى الله على المختار ملجانا واللالي والسيد القاسم من جانا يوم النطال طهارة كعادته لبركة مسجد الكورة سرعانا حين النزول بها إمامة وضع في الشط كي لا يصيب الماء طريانا حين الخروج رآها بالنجاسة مل طوخا فنجسها الغربان إعلانا فما لنا حاجة في ذا المكان إلى نوء المضر جهارا قال غلبانا صلى الله على المختار ملجانا واللالي والسيد القاسم من جانا فقد روي أنه ما كان ثم إلى دلهين شيء من الغربان إيقانا قد سمع سيدنا يوما بكى امرأة واجع البلاد أتاها حال حيرانا دعا الإله لأن يكون مولد تلك الأرض دون وجاء كل أهيانا روى كثير بأن ما كان شدة وجه إن للولاد بها بعد إلى الآن صلى الله على المختار ملجانا واللالي والسيد القاسم من جانا والنذر للشيخ من أوجاع تلق شفا مجرب ذاك عند الجل إذعانا فنسأل الله خلاق العباد به وسائر الفضلاء نصيب غفرانا صلى الله على المختار ملجانا واللالي والسيد القاسم من جانا روي أنه حينما كان مقيما في الجزيرة احتاج إلى السفر إلى كرننور فلما تهيأ للسفر وأراد الخروج من البيت جاءته أهله السيدة عائشة وهي حينئذ حامل بولده ثاني السيد يوسف ولي الله قدس الله سره الذي وقد قرب ولادتها ومضى لها من الحمل تسعة أشهر فقالت له محزونة أتريد الآن سفرا طويلا وأنا قريبة الولادة فأجابها السيد يكفيك الولادة بعد رجوعي من السفر سفري وخرج مسافرا إلى كننور ثم لم يرجع من سفره ذلك إلا بعد ثلاثة أشهر كوامل فلما رجع من السفر وصار مقيما في وطنه
ولدت السيدة ولي الله يوسف في ذلك اليوم واستوطن الشيخ آخر عمره في جزيرة كورتي وعاش فيه مع الورع والزهد يعبد الله ويعيل الناس ويدخل من شاء في طريقته إلى أن توفي فيها لآشر محرم أو ثاني عشر منه فإنا لله وإنا إليه راجعون ودفن في جوار مسجد الحجرة الشريفة جمع الله بيننا وبينه في دار الأمان رضي الله عن الولي رضي الله رضي الله رضي الله عن الجزري رضي الله رضي الله رضي الله عن الولي رضي الله رضي الله رضي الله عن الجزري رضي الله رضي الله رضي الله عن الولي رضي الله رضي الله رضي الله عن الجزري رضي الله رضي الله صل وسلم دائما على النبي الهاشمي ربي وآل ورل أنا والولي القاسمي يا ربنا عبد ببابك واقف يرجو العطاء فاغفر له لا تطردنه بالولي القاسمي وغير قرء الباب حقا ما له من هيلة فارفع كف لا تردن بالولي القاسمي وفق لنا على جميع الخير يا رحماننا واجد بما يرضيك عنا بالولي القاسمي واشغل بتفتيش عيوب النفس عن اغيارنا وفق لتطهير القلوب بالولي القاسمي صل وسلم دائما على النبي الهاشمي ربي وآل ورل أنا والولي القاسمي وارزق لنا من حيث أن لم نهتسب واسمح لنا بمخرج من كل ضيق بالولي القاسمي وموما نكشف راهم المسكين جدلي بالشفاء وأغني أنباب اللطب بالولي القاسمي وأين معيان قنا وشر كل حاسد وشر إبليس وجند بالولي القاسمي وامنه لسانا ناطقا بالشر فينا راهمي وكف كف السارقين بالولي القاسمي صل وسلم دائما على النبي الهاشمي ربي وآل ورل أنا والولي القاسمي بكامل التفويض تدبيرا أزلا قلبنا كي نرتضي كل القضاء بالولي القاسمي أوصل إلينا كل مطلوب سريعا سيدي وادفع مصيبات جميعا بالولي القاسمي وأهينا إذ كان خير في الحياة ربنا توفنا حين الصلاح بالولي القاسمي ولقن الحجة في القبر إذا ما نسأل وحين بعث طمئننا بالولي القاسمي صل وسلم دائما على النبي الهاشمي ربي وآل ورل أنا والولي القاسمي ولا تردن أنهيال المصطفى خير الورى شفعه فينا يوم حشر بالولي القاسمي وثبتن أقدامنا على الصراط حينما نسير لا تزلق لنار بالولي القاسمين عيوننا بالأصل والفصل وأحباب لنا أقرر بنظر الوجه منك بالولي القاسمين يا رب صل وسلم على النبي محمد
وآله والتابعين والولي القاسم صلي وسلم دائما على النبي الهاشم ربي وآل والله أنا والولي القاسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. اللهم تقبل منا ما قرأناه من القرآن العظيم وأوصل ثوابه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آله وأولاده وذرياته وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا قرأنا مولد وليك الكريم فبحقه وبحقوق جميع الأنبياء والصالحين نسألك أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتكشف كروبنا وتفرج همومنا وتحصل مراداتنا وتشفينا من أمراضنا وتعافينا من آلامنا وتحسن أخلاقنا وتوسّع أرزاقنا وتعصمنا في أعمارنا وتنور قلوبنا وتقضي حوائجنا وتؤدي ديوننا وتصحح أجسامنا وتحسن نياتنا. اللهم لا تخيب دعاءنا بهؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وعلومنا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأزواجنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في حفظك وعيادك وأمانك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن كل شر ذي شر بحقوق هؤلاء الشرفاء المذكورين وبألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بحقوقهم من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغدة ومن الوقت أطيبة ومن الإحسان أتمة
ومن الإنعام عامة ومن الفضل أعذبة ومن اللطف أنفعة ومن الرزق أوسعة اللهم طول أعمارنا في طاعتك ووفقنا لمرضاتك واختم كلامنا بكلمة التوحيد يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين